Best Wish out. And the Oscar goes to... Okay, seal that up. Matthew McConaughey. بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ننقل التجربة. هم الناس بقالهم 80 سنة بيعملوا الموضوع ده وتعلموا من أخطائهم كتير. يعني ما كانش نفس القانون بيتغير وبيتعدل حسب الحالة يعني. فإحنا أخذنا ما وصلوا إليه وبنحاول نطبقه عندنا. وهي إزاي مثلا طريقة الاختيار إن الأكاديمية إيه هي الأكاديمية دي؟ الأكاديمية عبارة عن العاملين في صناعة السينما من أول مهندس ديكور، كوافير، ماكير، كل الناس دي لغاية المخرجين والمنتجين الكبار، لأن كل واحد فيهم له صوت وله وجهة نظر. أما المجموعة دي كلها بتجتمع وبتبتدي تختار، وهم من أكتر ناس فاهمين في السينما، فبيبقى الاختيار مبني أولا فير لأنه ديمقراطي، محدش بيعرف، أول ما حدش بيقدر يصوت غير مرة واحدة، فمحدش يقدر يقعد يلعب اللعبة إياها بتاعت ندوس كتير. ثانيا العدد مهما، حتى لو انا مشترك بفيلم وانا عضو في الاكاديميه وصوتت لنفسي انا صوت واحد، مش هقدر اقنع 199 او 200 او 300 انهم يصوتوا لي الا لو انا كويس فعلا. هم هيعملوا كده، في شويه شلاليه، في شويه ناس هتقول ارجوكم صوتوا لي، انما محدش هيعرف التاني صوت لي. فانا ممكن ممثل يكون بيتنافس على جائزة أحسن ممثل ويكلم أصحابه ويقول لهم أرجوكم يا جماعة صوتوا لي بكرة علشان الموضوع ده، هو إحنا فاتحين التصويت لمدة 48 ساعة، هيقولوا له حاضر. فكده شلالية. لما في ممثل قصاده برضو بينافسه وكلم نفس الناس وقال لهم أرجوكم صوتوا لي، هيقولوا له حاضر هنصوت له. هي هتبقى كده. وفي الآخر نظرية الاحتمالات هي مدروسة حسابيا على فكرة، هي مش كده مش اعتباطا يعني، العدد دايما بيكسب التحيز. فنتمنى انها اكتر طريقة تبقى اولا اختيار مبني على معايير فنية مظبوطة لان الناس دي كلها فاهمة اللي هم بيكلموا فيه، ثانيا ان ما فيش حد بيقدر يتدخل فيها. هو في اوريدي حاجة للدراما وهي دير جاست بيعملوها شركائنا. بصي برا بيبقى فيه اكتر من نفس الجائزة لنفس الشيء، يعني في جولدن جلوبز والأوسكارز وبالفرق بينهم وبين بعض شهر. ما حدش بيشتكي يقول لا، بالعكس اللي بيكسب في الجولدن جلوبز فرصته بتبقى أكبر في الأوسكارز، ودايما الناس بتتحمس إن ده مؤشر مين هيكسب في الأوسكارز. فالجوائز الكتير مش عيب، بس المهم إنها تبقى كويسة ولها مصداقية. اعتقد ان جائزة دير جاست بعد لما نعمل المؤتمر دي هنشتغل شوية على مهرجان دير جاست ونخليه اكتر موجه للتلفزيون والدراما، لان هو دلوقتي حاليا بيجمع ما بين سينما وتلفزيون واغاني وكده، فاحنا عايزين نخصصه شوية. وفي مهرجان تاني اللي هو ميما بتاع الموسيقى، فاحنا عمالين نعمل شوية تقسيم للموضوع. لا بصي، هو الدعم غير مباشر. بمعنى ايه؟ ان احنا بنشتكي دايما ان المتفرج بتاعنا مش فاهم وبيحب افلام هبطة وبيروح الافلام اللي هي الهبطة والافلام اللي هي ذات معنى ما بيروحهاش. طيب هل حد فهمه الفيلم ده ذات معنى ليه؟ او هو بيدخل الفيلم هو عايز ينبسط. الراجل، الناس اللي بتنزل تروح السينما همهم الاساسي انا عايز اروح اقضي ساعتين انبسط. ممكن ينبسط بحاجة سيئة الصنع بس فيها حاجة خناقة جدعانة ست حلوة وتبر. وفي الفن الجيد، بس هو ما يعرفش الفن الجيد ده يقدره ازاي. انا لما ما اعرفش افهم في حاجة، طب انا هقدرها ازاي او هنبسط بيها ازاي؟ فانا لما اطلع احسن مدير تصوير كويس عن فيلم كذا، طب ما هو انا في 5 افلام مرشحين، الجمهور هيبتدي يتساءل ايه مدير التصوير ده؟ هنجيب حد في الاستوديو ويشرح ده احسن علشان النور بتاعه بطريقه معينه وده كادراته ومش عارف ده. هيفهموا كل ده؟ قد يضيع منهم 90% منه، انما زادت 10% معلومات. السنه الجايه هيهتم اكتر، هيفهم شويه زياده. كل ما بنرفع ثقافه الجمهور المتلقي كل ما الافلام بتحاول تظبط نفسها مع الذوق ده. فانا بحاول بطريقه غير مباشره. انت سالتيني ازاي بنساهم، لا دي طريقه غير مباشره، احنا نرفع الثقافه السينمائيه ونرفع الرغبه في الاجاده.